نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. سماحة الشيخ، يأتون مأذورين الماسونية جزاكم الله خيرا، وما حكم من تمني لهذه الجماعة؟ الماسونية معروفة عن الناس، وهي جماعة سرية يتظاهرون بالمواساة وكرم الأخلاق، وأن الإسلام جاء بالمواساة والإحسان إلى البغير والمسكين، وهم في الباطن يدعون إلى نبذ الأديان ونبذ الأوامر والنواهي، وأن الناس يبقون على حاله الأولى، لا إله ولا رب ولا نبي ولا شريعة ولا شيء. يعني في الباطن هم يحاربون الشرائع والأوامر والنواهي، ويبقى الإنسان أخو الإنسان بأنه ابن آدم بس، مثل بهيمة يأكل ويشرب معه ويتآلى معه في هواه وشهوته بلا شريعة ولا أوامر ولا نواهي. هذا في السر. وأما في الظاهر هم يدعون إلى الأخوة والتعاون فقط.